نذهب إلى رويترز والعنوان يقول روسيا والصين تعرقلان فرض عقوبات على سوريا في مجلس الأمن. التفاصيل أنه روسيا والصين عرقلت وفقا لرويترز فرض عقوبات على سوريا اللي كاتبين برضو وفقا لرويترز المتهمة باستخدام السلاح الكيميائي في خطوة وفقا لهذا التقرير تؤكد أول خلاف بين واشنطن وموسكو في مجلس الأمن منذ وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى السلطة. تحديدا الكلام على لسان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اللي قال في وقت سابق ان فرض عقوبات على سوريا خلال المحادثات اللي بتتم الان للسلام في جنيف وصفوا بانه امر غير مناسب مطلقا الان، وقال ان العقوبات لن تساعد عمليه التفاوض بل انها ستضر بالثقه وستقودها، وقال ان روسيا تدعم فرض عقوبات جديده على سوريا لكن ترفض فرض عقوبات جديده على سوريا. المندوبه الامريكيه اعتبرت ان القرار ده كان مناسب جدا انه يتم فرض عقوبات على سوريا في الوقت ده، وقالت انه بعد التصويت انه يوم وصفته بيوم حزين في مجلس الامن، وبتقول عندما تبدا دول بخلق الاعذار لدول اخرى تقتل شعوبها. حقيقه نفس الجمله دي يعني مهمه قوي لو اتقالت على لسان المندوبه الامريكيه فيما يخص استخدام الفيتو ضد اي قرار يتخذ ضد اسرائيل اللي امريكا مصممه ما زالت عليه، مع انه اسرائيل كمان مش بتقتل شعبها، دي بتقتل، دي قوه محتله بتقتل شعب احتلته واحتلت ارضه، ولكن المعيار دائما يعني في معيارين. ووفقا للتقرير كمان في رويترز بيقولوا دي المره السابعه اللي بتستخدم فيها روسيا اللي اسموها حليفه سوريا حق الفيتو لحمايه النظام في دمشق مش لحمايه سوريا، وقالوا المره السادسه اللي بتنضم فيها الصين لروسيا في الاعتراض على اي قرارات تتعلق بسوريا.